اليوم الاثنين 21 تشرين الأول أكتوبر من عام 2024. عزيزي مولود القوس، القدر عم يختبر قدرتك على الصبر. يعني بتعرف أنه أنت من برج ناري، يعني عصبي شوي وسريع، بدك فوراً تحقق الأمور اللي بدك إياها بسرعة. اليوم يمكن القدر يختبر هذا الأمر ويعطيك رأي معاكس، فاليوم بدك طول بالك على العرقلة أو على التأخيرات يلي ممكن تصادف. شوي قلق اليوم عزيزي مولود العذراء بسبب بعض الظروف أو بسبب بعض الأخبار المربكة. ممكن تكون الأخبار من مصادر مهنية، ممكن تتعلق بمصالحك الحالية، ممكن العلاقة ببعض العداوات يلي عم بتصادفها من الآخرين اليوم. هيك بيتهيأ لك. هلأ عموماً طول بالك اليوم وحاول ما توجه انتقادات للآخرين، حتى لو استفزوك ببعض المطارح حاول أنه تكون أكثر هدوء وأكثر حكمة. عزيزي مولود الحوت اليوم بيحمل لك بعض التغييرات ببعض التفاصيل. هلأ التغيير طبعاً بيرافقه القلق، وأنت قلق جداً بهي المرحلة. طبعاً قلقك يمكن هلأ شوي عم بيكون بأوضاع مهنية أو يمكن بالحفاظ على استقرار معين، سواء بوضعك العملي أو حتى العائلي. عزيزي مولود السرطان، أياً كانت المشاعر اللي عم تحس فيها، هلأ ما في شك اليوم مشاعرك سلبية أبداً، ما كتير عم بتشوف الواقع من منظار إيجابي. هلأ بس انتظر لبكرة، لأنه بكرة رح تتغير الصورة ورح يتغير المشهد. لهيك اليوم لا تبالغ كتير بالحساسية، وحاول أنه تمرق هذا اليوم بشكل روتيني واعتيادي بدون ما تاخذ الآخرين بالشبهة. عزيزي مولود الجدي، بدك تتحمل مسؤولياتك برضا وبابتسامة. أنت من الناس اللي بيحبوا الشغل وما بيتركوا واجباتهم ولا مسؤولياتهم، بس المشكلة أنه عندك عائق يلي هو نفسي أو صحي بهي المرحلة. شوي مشتت، شوي شارب مولود الجدي، يمكن أمورك العاطفية ليست على ما يرام، يمكن أمورك الصحية كل مرة عم ذكرك فيها، لأنه الحقيقة يعني كذا كوكب عم بيأثروا على الوضع الصحي بالنسبة لك. فجملة هالأمور عم تخليك يعني أقل نشاط أو أقل حماس بالمثابرة على أمورك. المهم اليوم حاول ترتب أولوياتك وتخلص أمورك المهمة. ترتيبات مالية عم تتخذ عزيزي مولود الثور بهذا اليوم. يمكن عم تعمل جردة حساب، يمكن عم تحط يعني جدول بمصاريفك، شو إلك وشو عليك وشو المطلوب منك. يعني هي فترة مانا سيئة على صعيد المال أبدا، بس ممكن أنه بهذا اليوم تواجه بعض الطوارئ يلي تخليك تدفع أكثر من يلي أنت متوقع. عم بتناقش اليوم أمورك بهدوء عزيزي مولود العقرب. اليوم رايق وراغب بالمصالحة، فإذا كنت على خلاف مع حدا فتوقع أنه تدخل مصالحة، وإذا كان في قضية عالقة فأنت يعني متحمس لأنك تنهي كل ما هو عالق وتستدرك التأخيرات الحاصلة. أمور عم بتناقشها، حقوق، يمكن ديون، التزامات، مواضيع متعلقة بالآخرين وإلى ارتباطات مالية. عزيزي مولود الحمل اليوم حلو للتواصل، وحلو للتواصل العائلي تحديدا، يعني وكأنك عم تلم شمل عائلة اليوم، أو عم تعمل زيارة عائلية، أو عم تتواصل مع أخوة أو مع أخوات حتى عبر الاتصال، وارد هذا الشيء إذا ما كان في إمكانية التواجد أكيد. يعني اليوم أمورك على خير ما يرام، حتى حركتك ونشاطك وتنقلاتك يعني إجمالا يوم تتوصل فيه لإنجاز ونجاح. عزيزي مولود الأسد، أصدقائك عم بيمتعوك اليوم، ممكن يكون عندك أكثر من لقاء أو أكثر من موعد. اليوم الحياة الاجتماعية واسعة وممكن تفتح لك آفاق للتعارف وللدخول بمجتمع أو وسط جديد. يعني أمور بالنسبة لك اليوم جيدة، حاول تستفيد منها، لأنه اليوم حتى في مساعدات ممكن أصدقائك يلهموك حل إذا تناقشت معهم ببعض الظروف يلي عم تمر فيها. عزيزي مولود الميزان، عم تنعم بيوم حلو، يوم
في لطف كتير الحقيقة، في تنوع، في لطف. ممكن أنت عم بتفكر يعني فكرياً مشغول مولود الميزان، هلأ أكتر شي شغلتك المواضيع المالية الحقيقة، وبنفس الوقت يمكن بهالمرحلة عم بتغير بعض القناعات أو بعض الأنماط بحياتك، أو يمكن استراتيجيات معينة. في بدايات حلوة عندك بالمرحلة القادمة، يمكن تكون عاطفية ويمكن تكون مهنية. عزيزي مولود الدلو، يوم حلو لإلك، يوم في انسجام وفي تناغم بالأجواء بينك وبين الآخرين، وفي تطمينات ممكن كتير تريحك عبر أخبار أو عبر حوارات عم تفتحها وعم تتوصل فيها لحلول. اليوم الأجواء حتى العائلية ممكن تكون مصدر لسعادة وراحة. عزيزي مولود الجوزاء، يوم جيد لإلك، اليوم في مرح، في سعادة، في مواعيد، يمكن في لقاءات. هلأ يلي بدي أقوله بس يعني يوم بعتبره أنا ناجح بالنسبة للجوزاء، أيا كانت الظروف، سواء على المستوى المهني سواء على المستوى الشخصي. بس هاي فترة كتير مهمة، لأنه رح يدخل فيها أشخاص جداد لحياتك، وحيدخلوا أشخاص بصيغة الحب، يعني ممكن صادف بصدفة أو لقاء أو يعجبك حدا أو يجذبك حدا. بدك تنتبه شوي بهالمرحلة من التسرع بالعلاقات الجديدة.